الله أكبر. حلم أم حقيقة؟ السؤال الذي تصدر مشهد العملية العسكرية وأطلقت عليها حركة حماس اسم طوفان الأقصى، عملية غير مسبوقة وتحول نوعي في تاريخ الصراع منذ حرب أكتوبر من العام 1973. فما الذي تخبئه هذه العملية من أسرار، وإلى أين تتجه كرة النار؟ مع احتفالات عيد العرش اليهودي، عملية مباغتة جواً وبحراً وبراً وأنفاقاً تحول يوم بهجة التوراة إلى يوم فزع ومصيبة، حادثة أعادت إلى الأذهان ذكرى حرب 7 أكتوبر من العام 1973، تقدم بري على نطاق واسع ومقتل واحتجاز عشرات الجنود والضباط الإسرائيليين، اقتحام للمباني والقواعد العسكرية واستيلاء على معداتها، هلع ساد المستوطنات التي هرع سكانها نحو الملاجئ، مفاجأة أدخلت الجيش والحكومة الإسرائيلية في حيرة كبيرة، ما دفع رئيس الوزراء نتنياهو إلى اعتبار هذه العملية بمثابة حرب، اختار لها الجانب الإسرائيلي اسم السيوف الحديدية واستدعى لها جنود الاحتياط، وضع دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإعلان عن الوقوف بجانب إسرائيل وتقديم الدعم المضاعف لها لتجاوز الأزمة والإعلان عن توجهها لتحريك سفنها الحربية باتجاه فلسطين. وعلى الجانب المقابل دعوات أطلقتها حماس لحلفائها في الإقليم واستجابة سريعة من الجانب اللبناني. أمام دعوات التهدئة، ما زال الصراع يتمدد ويحصد المزيد من الخسائر التاريخية ويدفع باتجاه مسارات غير متوقعة.